نعم صحيح صحيح. وانت تتكلم سي عبد الحي على الصدق في العمل ديالك، الصدق هو اساسي في العمل، الصدق في الابداع يوصل بصدق الى المتلقي. من القلائل الفنانين التشكيليين، القلائل الذين يرسمون ويدافعون عن ابداعاتهم الصباغيه. انت دائما تدافع على رسوماتك، تدافع على إبداعاتك الصباغية عند المتلقي، في الندوات، في المعارض سواء الفردية أو الجماعية بقلتها إلى غير ذلك، في الشارع، في المناسبات إلى غير ذلك. كيف تحس سي عبد الحليم الملاخ وأنت تكتب بصدق، وكيف يصل هذا الصدق بصدق إلى المتلقي؟ أنا حين أرسم أرسم صادقا، وحين أتحدث عن عملي أتحدث صادقا، وبالتالي أن المتلقي أحاول أن أقاسمه عملا من أعمالي الذي يدخل في إطار همومه هو. نحن نشترك في هذا، نشترك أنا تقريبا، أنا كمبدع والمتلقي كمشاهد. إذا لم تعجبه أعمالي فإنه سوف لا يدخل في إطار أحلامي ويستقبل أفكاري ويستقبل المشاهدة ويتواضع من أجل التلقي ومن أجل مناقشة أعمالي أو تلقيها أو تذوقي. فلذلك حين تحصل هذه الشركة، هذه الشركة، هذا هذا البارتاج، الميثاق، هذا الميثاق الميثاق الذي بين يجمعني الفنان وبين تماما، المتلقي. نعم فإنه هناك الهدف قد وصل. نعم وحين لا يصل، يغيب. حين يغيب، نعم فإنه ربما أنه كان هناك مشكل ثقافي، نعم تمام. إما من طرفين، مشكل ثقافي إما من عند الفنان أنه لم يستطع أن يوصل أعماله ويجعلها في التداول وتصبح المونتاج. متداولة، نعم متداولة بصريا نعم ومعروفة بصريا. نعم وإلا أن المتلقي هو كذلك، ربما أنه لم يرقى إلى استيعاب الأشكال البصرية والثقافة البصرية التي هي تقريبا تجاور. نعم وحنا تنتكلموا على المتلقي، وين خصوصية المتلقي ديال أعمال سي عبد الحي الملاخ؟ كيف هو المتلقي عندك؟ كيف تتصوره؟ أنا المتلقي أولا لأعمالك الفنية. أعمالي شخصيا، نعم شخصيا نعم أعتبره كباقي الرجل العادي متذوق، يمكن أن يكون له جزء قليل من التربية الفنية، حتى ولو كان تقريبا بسيط جدا، ولكن يمكن أن يتجاوب مع أعمالي حين يكون له خيال واسع، حين يتوفر على نوع من الخيال، من التصور لواقع الثقافة الشعبية، ويكون لديه استيعاب للثقافة الشعبية واستيعاب لما يروج حوله من مخلفات مجتمع يرضخ إلى ثقافة هي ثقافة بائرة، ولكن هي كاينة موجودة موجودة لأنه هي التي حاضرة تؤثر. أنا لا حاضرة أدافع عن تلك الثقافة بالضبط، هي حاضرة. ولكن هي حاضرة، نعم ولكن حاضرة بغناها، نعم ولكن أنا ضدها، ولكن أنا أشتغل عليها لأنه هي تحمل كذلك جانب قوي من الناحية البصرية، نعم وهذا هو الذي يجعلني أنا أستمد منها تلك المشاهد البصرية، المكونات البصرية فقط، بخلاف أن الفكر، لا أنا أرفض الفكر تماما، نعم الفكر الشعبي أرفضه، نعم وإنما أتشبث بالمكونات البصرية. نعم صحيح. وحنا تتكلم على الفنان المبدع في إطار في سياق واحد الحوارات ديالك السي عبد الحي الملاخ، تقول الفنان المبدع هو شخص حالم يستثير الخيال، تكلمت عن الخيال، ويثير أسئلة عدة لدى المتلقي، وذلك من أجل جعله يشاطره جملة من الأحاسيس بشأن العالم. أعيد النظر، هل هاد المتلقي لأعمالك هو هاد الإنسان البسيط اللي عنده خيال، أو أنها تتكلم على متلقي بخصوصيات فكرية
أسئلة تطرح عليك أنت سي عبد الحي الملاخ، أسئلة مقلقة حول واقع الأعمال ديالك، حول ما ترسمه، ما تتناوله في موضوعاتك وفي تيماتك على مستوى الفن البصري. ولكن أنا لا أتحمل مسؤولية المتلقي نعم. في توظيفته أو في تكوينه، لأنه هذا يرجع إلى الثقافة السائدة في البلاد ويرجع إلى اختيار سياسي كذلك. أنا أترصد لذلك المتلقي الذي يتقاسم لي هذا الخيال. هذا أنا عندي واحد الخيال واشتغلت واحد المتخيل، المتخيل هو جماعي، فلذلك أنه ومشترك تماما حين يكون ذلك المتلقي يجد نفسه يجد في هذا نفسه في المتخيل العمل. فإنه هناك استجابة تماما، نعم. وإلا فإنه ليست هناك استجابة. نعم. لا يمكن أن آخذ مثلا أحد المتلقين الذي يرى الأشياء بسطحية، مثلا ناخذ فرنسي يشتغل غادي يشوف الاشياء جميله بتلويناتها، اشكال تثير الدهشه، تثير هذه، يطرح السؤال، ولكن لا يدخل في عمقي في عمق المتخيل، لانه لا يعرفه، لا يعرف وليست له اي درايه بهذا. فلذلك انه بطبيعه الحال انه انا اتمنى دائما ان يكون المثقف هو الذي يشاطرني هذا، لانه له طاقه استيعابيه، له قدره على التحليل، له قدره على اسئله مقلقه تماما، وهذه الاسئله هي التي تستفز خيالي انا، وهي التي تستفز كذلك قدرتي الابداعيه، على اساس انه ان 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 اقوم ب ب مثلا ب بجرأة كبيرة في طرح كل القضايا التي تتناولها في تلك لوحدك. الجرأة تماما. نعم صحيح صحيح. سي عبد الحي، حنا تنتكلموا على مسارك الفني، خصنا نوقفوا عند اللون، علاقتك باللون. اللون عندك عنده خصوصياته متفرده ومتميزه متعلقه بك سي عبد الحي الملاخ. تقول في احدى حواراتك على مستوى اللون: ارسم بقلبي متتبعا خفقان اللون في مهجتي، وانك تحس باستنفاد تيمه وبدايه تشكل اخرى عندما تنعدم لديك الجاذبيه حيال موضوع ما. ما المقصود بخفقان اللون عند عبد الحي الملخ؟ خفقان اللون هو ذلك التدفق في الإحساس الذي يكون في سلاسة، ويكون تقريبا ذلك الإحساس الذي يكون تقريبا في منتهى صدقه. فحين يكون اللون يعطيني طواعية، و هذا يرجع إلى دفق الإحساس وصدقه كذلك، فهنا تتم العملية كأنه مختبر داخلي، وهذا المختبر لا يمكن التعبير عنه في جمل مفيدة، لأنه هذه حالة نفسية معينة لها تحولات متعاقبة في الدواخل. وأحيانا أجد نفسي أنه اشتغلت على ألوان ربما لم أكن أنتظرها، تفاجئك تفاجئني، لم أكن أنتظر أنني سأحصل على تلك النتائج أو على ذلك المسحة من اللون، وأستثمرها وأتجاوب معها. معنى انه هذه كي قلت مرة ان اللون هو يلازمني، اللون هو كظلي، اللون هو واحد الاشياء خفية التي لا يمكن ان اعرف مدى قوتها في داخل نفسي. بالنسبة نرجعوا للتيمات اللي تشتغل عليها السي عبد الحي الملاخ في لوحاتك الجميلة حقا. تشتغل للأكف والرموز والعلامات والحروف والجداول إلى غير ذلك، وإحساس بالانتماء إلى الميثولوجيا المغربية الإسلامية. هل هذا العمل أي الاشتغال يندرج في سياق إطار الاقتراب من البيئة المغربية وتصورات الناس عن الصوفية؟ وهل توظف الأكف والعين والجداول لدفع الشر والعين على لوحاتك وعملك الفنية انطلاقا من
الحدث المؤلم اللي تشكل منعطفا في مسارك الفني إلى اليوم. هل هذه هو القناعات حاضرة؟ لا أوظف ذلك، أنا أشتغل على ذلك كمكونات بصرية، نعم. حيث التوظيف سوف أدخل في الفكر، نعم. وسوف أدافع على الفكر بواسطة المكونات البصرية، نعم. فلذلك أنه أنا لا أدافع على فكر راديكالي، فكر رجعي، لي أنا رجل كيف ما كان حال رجل متحرر من كل الأفكار أو البنيات التقليدية والمحافظة، ف كيف أنا أشتغل كل العلامات والرموز التي قلتها هي بالنسبة لي مكونات بصرية، أطرح بها سؤال، أريد أن أطرح السؤال حولها، وهذا شيء مهم، وبالتالي أنه حين أقترب من الجانب الصوفي فأني أقترب كذلك، لأنه ابن عربي كان كونيا وليس إسلاميا بالضبط، لأنه تغنى بالحب وقال أنه الإنسان هو الحب والحب هو الإنسان، فلذلك أنه لا كما أن المسيح تغنى بالحب، فهذا هذا شيء طبيعي أن أشتغل على التصوف، لأنه التصوف هو الذي تلك الحالات النفسية التوقعية التي تجعلني كما قلت سابقا أنه حين أضع اللون فإنني أضع بحس بإحساس باطني، داخلي، بإحساس، بقوة باطنية جذابة، هذه القوة ربما هي أعتبرها أحيانا هي تراتيل، هي صلاة، هي كل شيء. نعم، نتكلموا على محور متعلق بالنقد الجمالي. سي عبد الحي الملاخ، أنت تقول بأن لا تؤمن بالنقاد بقدر ما تؤمن بالنقد، وتقول في إحدى حواراتك أن النقيض يجب أن يلازم، إذا صح التعبير، الفنان التشكيلي في محرابه في مرسمه لمدة معينة حتى يعرف طرق وتفاصيل، وإذا كان كواليس طقوس كيفاش يرسم إلى غير ذلك. هذا السؤال يطرح لنا السي عبد الحق عبد الحي الملاخ، هو هل المغرب اليوم عندنا نقاد بهذه المواصفات اللي تطلبها السي عبد الحي الملاخ؟ كاينين، حتى نقول النقيض يجب أن يلزم المحترفات، لأنه بيكاسو كما قلنا دائما كان سارتر لا يفارقه، جان بول سارتر لا يفارقه، كان كوكتو لا يفارقه، كان ألبير كاميو لا يفارقه، وكلهم كانوا مفكرين وكتاب كبار و لازموا في مرسمه. ف هذه الفكرة هذه تلازمني منذ تقريبا 20 سنة، لأنه من قبل كان حين في السبعينات والثمانينات لا يمكن لناقد، حين نقول ناقد لا يمكن أن يكون تقريبا في 30 سنة أو 40 سنة في فرنسا أو إيطاليا، حين يكون ناقدا فإنه يتجاوز 70 سنة، ولكن عنده تفرغ. تمام، ناقد متخصص في الجمال، متخصص في، احنا ما عندناش التفرغ مثلا في الفنون التشكيلية مثلا. الناقد هو يباشر عمله كأستاذ جامعي إلى غير ذلك، ولا أستاذ، ولا ولكن ما عندوش تخصص أنه خاصو يتفرغ للعمل النقدي. تمام، تتفرغ للعمل النقدي. عندنا احنا نقاد متخصصين متفرغين في المغرب؟ لا، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء، مازال حيت حنا مازال فتيين، مازال فتيين، فلذلك ان سيبدي لك الوقت اشياء جميله ان شاء الله، لانه هناك انا اقدر هؤلاء الفنانين، اصدقائي الفنانين وزملاء الذين يرسمون وكذلك يكتبون، هم نقاد ويكتبون، لانه هما لهم قدرة على الترصد، لهم قدرة على الاستيعاب، لهم قدرة على التحليل، لأنه يعرفون إمكانيات التقنية ويعرفون المطبخ الداخلي لكل واحد منا. نعم، ما رأيك في الكتابات والقراءة والكتابات والدراسات النقدية التي يكتبوها صحفيون
يكتبون، لأن الصحفي يكتب أكثر دقة، أكثر مقال صحفي، مقال صحفي، مقال ولكن صحفي في العمق يكون أكثر دلالات، أكثر مقال صحفي اقتراب من فنان. أنت تشوف مثلا في التلفزة المغربية حين تترصد للروبورتاجات التي تخصصها للمعارض ترى أنه نفس النص يقرأ 10 مرات أو 15 مرة، تغيير الأسماء تماما. وهذا مسألة كارثية بالنسبة للتغطية الإعلامية. فهناك صحفيين، لا أريد أن أتحدث عن المعتصم لأنه يبذل جهدا كبيرا في تغطية المعارض وفي الكتابة عن الفنانين التشكيليين، والدليل على ذلك هو أنه خصص برنامج خاص لتقييم الحركة التشكيلية في المغرب وإعطاء المكانة الجديرة بها. فهناك كذلك نشوف مثلا الثقافة الجديدة آنذاك رصدت عدد خاص نشوف ديال الحركة التشكيلية، نشوف انتغرال مثلا كانت توني ماريني كانت تكتب مزيان. ولكن اليوم تنتمنى باش انه في تخصصات في كلية الآداب وشعبة الفلسفة أنه تخصص كذلك الفن التشكيلي، غير علم الجمال. علم الجمال إنه بشكل عام لا يمكن مثلا أن يكون عالم جمال لا ينسق بين ألواني لباسه، لا أنا لا أستصيغ هذا. يقول أنه هو متخصص في علم الجمال ولكن ألوانه غير متناسقة، غير متناسقة ما بين ألوانه. ودي تعكس هذه الأشياء، تعكس على تمام. فهذا زعما هذا يخجلني شيئا ما. نعم.